المتسابقون يجيدون التحدث وكثرة البربرة ولكن الشجاعة صفر. الشباب لحظة. أقول لك في شيء موجود. أقول لك أعظم من الجوال. شباب أكدوا لي معلومة ما أقدر أقولها على الهواء. أقولها، في شيء غريب وجدوه، غريب. كائن حي يعني ولا إيش؟ إيش؟ كائن حي ولا مش كائن حي؟ ساتر، خلنا نحذر فزر. جماد ولا جماد؟ إيوة جماد. جوا؟ لا. شاح؟ لا. هل هو جهاز؟ مش جهاز. خلاص بتقول مطلع. يستخدم البالغون؟ لا، يستخدم الأطفال. رضاعة؟ الله لا يوفق العدو. رضاعة، أنا أقول رضاعة. لا تمزح. إي والله. لا تمزح. يمكن بيستخدمونها. هذا شاب معنا. حسبنا الله. صوتها تسمعون يا شاب عون بطلك تسمعون. نسمعك. الله يعطيكم العافية. لحظة نزل الرضاعة بالله نزلها. أبيكم تشوفون المخالفات هذه. بالله يا شاب سو زومين على الرضاعة بالله. زي ما تشوفون. لا يقولون ما نطلع مساكين ما نجيب أكل ما نجيب. هذه ايش؟ هذه ترى ما هي بأستاذ عبد الخالق، هذه بقالة، هذه ما عاد بأزبة الشباب. هذا رز من كل نوع، من كل نوع. هذا رز صيدلية، عندك صيدلية، عندك مواد غذائية. هذا مخلل اتوقع صح؟ هذا رز بن فهري يا عمر. تين؟ هذا رز بن فهري؟ ما ادري. اي نعم جانا هناك يقول الرز لا تجونه. والرضاعة حقيتوها معك؟ اي صح. الرضاعة معك. معليش يا ابو عون بالله اعطونا وش اللي لقيتوه؟ والله بسكيت، فصفص، كاجو، المضير، تين مجفف، المضير وينه يا شباب؟ لدرجه الخبز، شوف الخبز هذا عندنا الالعاب، هذا خبز عندهم العاب. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الطفش طيب. والرز كبير. شوف اللعبه هذه، الرز بالله يرفع كيس الرز يا عون. شوف اللعبه بسم الله ما شاء الله. شوف 10 كيلو يا ناس، 10 كيلو. طيب عود بطلق بالله، وين لقيت الرضاعة؟ عند من المتسابقين لقيت الرضاعة. المشكله ما اعرف وين اماكن الاسره، لكن خاشه مدسوسه تحت، ما ادري فيها حليب شوي نثرناها، ما ادري ايش السالفه. ولقينا مضير، عنده مضير كذلك. هل لقيته يعني وهذا ما ادري ايش هو، بالله شو يا شباب تساعدونا فيه؟ والله هذه السوق السوداء يا منصور، لو واحد متسابقين اخذها وباع فيها واشترى اقدر اجي يعني، لكن تهريب. الله ايوه الثلاجه يا شباب، الثلاجه بالله افتحوها. المضير هنا عندكم جا. ما شاء الله. الله 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 كرتون. وهذا الحليب حق الرضاعه زي ما تشوفون. هذا حليب الرضاعه. شوف والله الله الله شوف هذا شيء يخلي الراس شيء رضاعة لمن؟ هل هي عبد الله خماس؟ هذا الخبز له يمكن من بداية البرنامج هذا. لا يا بعد بس سيارة زي ما تشوفون، سيارة عاد. طيب والله يعني شكرا يا ابو طلق، شكرا يا يا ليت تجيبونها هنا يا ليت يا شباب. يا ابو طلق، ابو طلق سامي يا ابو معيان، ابو فهد معيان. الله يسعدك حبيبي، يا ليت تقول شو الاغراض هذه تجيبونها هنا انت يا اخي. كثير. هذه يبغى لها عمال بعد معنا يشيلونها. هذا سوبر ماركت هنا. طيب ايش رايكم يا شباب انه يكون في قرار انهم ياخذونها بدون مصادره؟ انهم ياخذونها يبيعون فيها لا الاداره المتاخره. لا 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 يا حبيبي لا يفتح عليها. عندك كذلك زبيب. ايوه يفتح عليها مزاد الان. افتح عليها مزاد. لا يا ابو طلق، لا يا ابو طلق. الزبيب ايش وش ذي؟ قاعد ياكل. حسين بجوع والله ما نلام. حسين بجوع. طيب يعطيكم العافية أبو طلق، يعطيك العافية يا عون. الله يعافيك. وشوفوا والله إذا في اقتراح يعني أو إذا ممكن تطبيق الاقتراح هذا أنه تباع في المزاد، شوفوا حل يعني. منصور إيش رأيك؟ أنا وجالس.